معكم كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في القناه. الا كنت اول مره تشوفوني معكم هجر ارسل لكم تو ديجا شايفين، ولكن مازال ما متابعنيش شنو كتسناو؟ نزلوا تابعوني وفعلوا جيل الجرس. اليوم الخطبه ديال عمي سيس. لكن قبل ما تشوفوني هكا واجده غادي تشوفوا معايا التحضيرات قبل ما نوصل حتى لهنا، ودابا غادي وتعطلتوا كيعيطوا عليا. المهم باي باي. المهم هنايا قبل من نهار ديال الخطبه كنت غاده للصالون، بغيت ندير سواند لوجهي. وصلت هنايا للصالون ديال عايشه بوتي، كاين لتحت في الوفاق بنات تماره اللي غادي يعرفوا هادي مولات الصالون الكيوت. اول حاجه بديت بها هي ضفاري، شوفوا لي ضفاري الحنه شحال عصباتني، عرفتي بقات ليا في الضفار ديالي وخرجت لي على الضفار ديالي الصراحه. المهم دابا انا هنا بغيت نصبغهم، غادي ندير لهم بيرمانون. صراحه حرت ما عرفتش انا لو نختار هذاك الشيء، قلت لها سلمتك يدي وديري فيهم ما بغيتي. وهنايا صبغتهم ليا، صراحه عجبتني الغزيلتا، جاو زويونين وخصمي مرين اوكي ولبتو عليهم وصافي. شوفوا ليا هي شحال كيوت، سو كيوت. المهم عجبوني. ملي ساليت ضفاري طلعت باش ندير السوان، اول حاجه بدات كدي ماكي ليا وجهي من اي حاجه فيه. شفتوا انا شحال كنرتاح ملي كندير لوجهي السوان كيعجبني. المهم من موراها هنايا كانت كدير ليا كريم ولا ما عرفت ماسك ولا ما عرفت شنو. المهم انا كنت ناوي بانني نصور لكم ايطاب باغ ايطاب ديال السوان، مي عرفتي ملي كنطرخا كيعجبني الحال نسيت، عرفتي شي ايطاب صورتهم لكم شي ايطاب لا. المهم ابخي حيدات ليا زغب مي غير بينات حواجبي، مع حيت انا ما كنحيا كنقادش حواجبي. هنايا كاين دارت ليا الكوم مجلوجه ديالي، شوفوني انا يا مغمي عليا. من موراها من ساليت السوان مشيت باش نقص بيان سور، مايمكنش ليا نفلت شي مناسبه بلا ما نقص، هاتي كتحمقني شي حاجه سميتها الحنه. وهذا هو النقاش اللي اختاريت. قولوا لي حتى نتوما في لي كومونتير واش بحالي كتعجبكم الحنه ولا غير انا بوحدي، انا كتحمقني وصافي. ونهار الخطبه كي بيان جو خصنا نموديفيو الوجه ديالنا ولا نصبغوا الوجه ديالنا قبل ما نمشيو. حنا كنت كان ابليكي الفوندو تان ديال كاترين ارلي على الوجه ديالي، درت البرايمر كي بيان سور قبل. هنايا كنت كندير الكونسيلر وشويه اكتشف انني درت بزاف، تقبلت الوعد وبديت كاسا كان ابليكي فيه متعصب جابتي راه كثرت بزاف. المهم بديت كان ابليكي فيه. ابخي هنا جا خويا عبد الصمد حتى هو طلع الكاميرا. او هنايا بديت كاسا كندير البرونزاج الوجه ديالي، كتكرمكم عارفيني كيعجبني الكونتوري الوجه ديالي هنايا باش كنطلع الخدود من جناب. وهنايا كنقصر النيف ديالي كنشدو هكا كندير لي هكا وعاد من جناب بس زعما يزيد طوال ويقصر. حتى ملي كندير ليه هكا الكونتور في الجناب كيولي يبان طويل بزاف بحال دابا كيف كتشوفوا. وصافي مشت حجباني بماسكارا ديال الحجبان، عارفيني ما كنطراسيهمش. ابخي درت الماغو فوق الجفن ديال العين ديالي كامله، الماغو كيف ما كتشوفوا دابا هي جالسه منسجمه زعما. ابخي درت نفس اللون اللي درت الفوق درته حتى لتحت عيني وصافي زعما شوفوني. من بعد هنا انا كنت قاصه كنحاول نحل في هادي ومادي عبصمات كيطلع عليا. يلا خديتها جديده ديال كاترين ارلي، شوفوا كيفاش اللون ديالها واعر، مي يديها سمراء على وجهي اوكي صافي ولفتو الوضع. هنايا درت هذاك البغيو بحال هكا على هاد الشكل في عينيا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. هاد المناسبه ديال الخطبه وداكشي ديال العراسات كيبغي هكا شي حاجه تكون فوق العين بريو، ما تكونش عاوتاني اوفر مي يكون عاوتاني باين. من بعد حددت الجفن ديال العين ديالي ثابت بالماغو وصافي، هذا هو فاينل لوك. قول لي كي جا من بعد درت الايلاينر عادي رقيق جدا من كنحاول ندير غير من جناب هكا كيف ما كتشوفوا خط هكا. وابخي هذاك الخط كنعاود نديه عاود هكاك وصافي. المهم غير تبان العين ديالي حيت الايلاينر كيجيني كيزيد كيبين العين ما عرفتش، المهم هذه النظريه ديالي. من بعد درت ماسكارا وهنا كندير باودر باش انا نقي ونثبت الفوندو تاع وصافي. هذا هو فاينل لوك، كنحاول انني نوريكم عينيا و ميم طو نغمزكم. المهم عمرت عيني بالماسكارا كنتسناها تتنشف عاد نمسحها. دابا جا وقت الفغج ونحمروا الحنكات ديالنا شويه باش نبانو بحال رحنا حشمانين او الهايلايتر كبير شوخ. وصافي هنا كنت غير كنغني ما عرفتش شنو كنت غنغني.
ونفس اللون اللي كنت درت الفوق درته هنا حتى في البداية ديال العين ديالي شوية داك البغيو وصافي هنا عكرت فمي. ابخي حاولت بحال نمسح العكر ما بغيتوش يجي اوفر. اي من بعد درت غوجا ليف لا هذاك الكيبري مرطب وصافي وانا بدلت. هذا هو القرطه اللي اختاريت. بون قبل ما نخرج بغيت نوريكم كي جاني القرطان كامل. درت معاه غير هاد الشان سامبل حيت جاني فتحو. زدت معاه هاد الساك وغادي نلبس معاه طالون كحل عادي. قولوا لي كي جاني يس. قولوا لي كي جيت لتحت في لي كومونتير الهبط بقى غير انا. المهم الميك اب كي جا قولوا لي صافي. المهم قولوا لي تحت في كومونتير كي جيت وخليوا لي لايكات ديالكم ولي كومونتيرات ديالكم الزوينين اللي كيفرحوني وصافي. تعطلنا تعيطوا علينا. ديجا لحقت لكم فلوق قبل ديال باش كنت مشيت نختار هادي وريتكم الخيطنات وداكشي اللي عندها اللي مازال ما شافو. دخلوا شوفوا غادي نخلي لكم الديال ديالو لذات في صندوق الوصف وما تيسر بشويه. وصلنا. انا غنهز غط المربرك عليا شويه. لا 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 بيان سور ما غاديش نساو نوريكم الماكله. بدينا باتاي والحلوه نعم سيدي من موراها مقبلات الشواء ومع هذاك الشيء ديالو كيف ما كتشوفوا في الفيديو من موراها كسكسو بالتفايه اوخ. وكيبيان سور داكل بدي وعاد جا وقت الحب تلاح اشنس العشيه عمي غادي ركب الخواتم. دابا فهاد الاثناء شفت نديرو نور الحليب الحليب والتمر اللي جبنا الحلو هادو باش يافر باش يبانو بلي حنا جبنا حليب حقيقي. مبروك هادي مرات عمي كتكب الحليب. هادي انا ان شاء الله نجربو. هادي ماما شوفوا الفولار كيفاش ولا زدك بالعرق. الحمد لله دازت حفله مزيانه. وقبل ما نسالي هذا الفيديو غادي نبغي نقول لكم ما تنساوش خليو لايكات ديالكم والكومونتيرات ديالكم زوينين لتحت صافي. تلقاو فيديو واحد اخر ان شاء الله.